في 3 إبريل عام 2021 أقيم حفل لنقل 22 مومياء ملكة من ميدان التحرير بوسط البلد إلى موقعها الجديد بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، وشهد الاحتفال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولكن بعد فترة حصلت حوادث غريبة في مصر ربطها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بلعنة الفراعنة، وقالوا إن اللي بيحصل بيرجع إلى وجود لعنة عند الفراعنة. ولكن الحكاية ما بدأتش من هنا، الحكاية بدأت من سنة 1922 ميلادية عندما تم اكتشاف مقبرة الملك الشاب توت عنخ آمون. أهلا وسهلا بكم، أنا أخوكم نجا أحمد، ودي حلقة جديدة هنتكلم فيها عن الملك الشاب توت عنخ آمون صاحب لعنة الفراعنة، وكمان هنتكلم عن لعنة الفراعنة اللي كل الناس بتتحدث عنها، وهل فعلا في لعنة حقيقية ولا الموضوع مجرد خرافة وأسطورة؟ تابعونا. توت عنخ آمون اللي ارتبطت لعنة الفراعنة بيه هو ملك مصري فرعوني، واحد من ملوك الأسرة 18 في تاريخ مصر القديم. وكان فرعون مصر من عام 1334 قبل الميلاد إلى عام 1325 قبل الميلاد، ويعتبر من أشهر ملوك الفراعنة، وده طبعا مش بسبب إنجازاته ولا حاجة أو حتى حروب انتصر فيها كما هو الحال مع الكثير من ملوك الفراعنة، ولكن لأسباب أخرى تعد مهمة من الناحية التاريخية، ومن أبرزها هو اكتشاف مقبرته وكنوزه بالكامل دون أي تلف. ده غير ان وفاته بيعتبرها الكثير لغز وامر غير طبيعي، حيث يعتبر الكثير وفاة الملك الصغير في سن مبكر جدا امر غير طبيعي، وخاصة مع وجود اثار لكسور في عظمة الفقد والجمجمة وزواج وزيره من ارملته بعد وفاته وتنصيب نفسه فرعونا. كل هذه الاحداث الغامضة والاستعمال الكبير للعنة الفراعنة اللي ارتبطت به جعلته اشهر ملوك الفراعنة، ويعتبرها البعض من اقدم الاختيالات في تاريخ الانسانية. اما عن حياته فهو يعتبر ابن الملك اخناتون، وأصبح ملكا وهو في عمر صغير بعد وفاة أخيه. وأثناء حكم توت عنخ آمون بدأت ثورة ضد حركة الفرعون السابق إخناتون اللي عمل على توحيد الآلهة في إله واحد، وحصلت الثورة دي وكان عمر توت عنخ آمون لا يتجاوز 12 سنة، وبتأثير من الوزير بتاع توت عنخ آمون تم رفع الحظر المفروض على عبادة الآلهة، ودي كانت تقريبا أهم حدث حصل أثناء حكمه. ولكن بعد أن وصل سن 19 مات الملك توت عنخ آمون، وكان في الوقت ده ما يسمى وادي الملوك بالقرب من طيبة بيعتبر مقبرة لفراعنة تلك الفترة، ودفن الملك توت عنخ آمون في مقبرته ودفن معاه كل متعلقاته بالكامل، وده طبعا كان عادة الفراعنة في الوقت ده. وظلت المقبرة مقفولة لحد سنة 1922 ميلادية إلى أن تم اكتشافها بواسطة عالم آثار اسمه هوارد كارتر. أما عن حكاية لعنة الفراعنة فبدأت في لحظة اكتشاف المقبرة، فيحكى بعض الكتاب بأنه لوحظ أثناء فتح المقبرة عاصفة رملية شديدة غطت المكان بالكامل، ولكن العلماء في التوقيت ده لم ينتبهوا لذلك، وكان اكتشاف المقبرة بالنسبة لهم حلم طويل. دخل كارتر إلى المقبرة وكانت الجدران بتحتوي على رسوم رائعة بتحكي قصة رحيل توت عنخ آمون، وكان المشهد في غاية الروعة بالنسبة لكارتر الذي كان ينظر إلى الغرفة وبيده شمعة، ويقال إن مساعده سأل هل بإمكانك أن ترى شيئا يا سيدي؟ فأجابه كارتر نعم إني أرى شيئا رائعا. ثم بعد ذلك كتب كارتر إلى زميله هو الممول الأساسي اللورد كارنفورن وقال له تعالى إلى مصر فإني وجدت شيئا رائعا. ولما وصل كارتر إلى تابوت الملك لقى عبارة مكتوب عليها باللغة المصرية القديمة سيضرب الموت بجناحيه السمين كل من يعكر صفو الملك، ولكن كارتر لم يعير هذه العبارة أي اهتمام. وبعد ذلك توالت المصائب وبدأ الموت يحصد الغالبية العظمى إن لم نقل الجميع الذين شاركوا في اكتشاف المقبرة. وبدأت حكاية اللعنة بعصفور الكناري الذهبي الذي حمله كارتر معه عند حضوره إلى الأقصر، وعند اكتشاف المقبرة أطلقوا عليها مقبرة العصفور الذهبي، ولكن حدث ما لا يحمد عقباه، فمساعد كارتر وضع العصفور لكي يشم نسمات الهواء العليل. ويوم افتتاح المقبرة سمع مساعد كارتر صوت غريب كأنها صرخة، فأسرع باتجاه الصوت ليجد ثعبان كبرى ضخم يمد لسانه إلى العصفور الموجود بداخل القفص، ثم قتل الثعبان ولكن العصفور أيضا مات. وعلى الفور قال المساعد أن اللعنة قد بدأت، وطبعا ثعبان الكبرى موجود على التاج اللي فوق رأس ملوك مصر، وهذه كانت بداية انتقام الملك من الذين أزعجوا في مرقده. ومن جانب آخر اعتقد عالم الآثار هنري بريستيد أن شيئا رهيبا في الطريق سوف يحدث،
ولكن ما حدث بعد ذلك كان أمرا غريبا، تحول على مرور الوقت إلى ظاهرة خارقة للطبيعة، واحدة من الأمور الغامضة التي أثارت الجدل والتي لم يجد لها العلم تفسيرا حتى الآن. ففي يوم الاحتفال بافتتاح المقبرة وفي منتصف الليل تماما، قطعت الكهرباء في القاهرة دون معرفة أي سبب واضح، وفي نفس اللحظة أبرزت صحف العالم بنبأ وفاة محمد زكريا بالحمى، وده طبعا كان أحد العلماء اللي شاركوا في اكتشاف المقبرة، وربطت صحف القاهرة بين وفاة محمد زكريا وإطفاء الأنوار، وزعمت ذلك إنه تم بأمر الملك توت عنخ آمون، وقالت بعض الصحف بأن أصبع محمد زكريا قد جرح من آلة أو حربة مسمومة داخل المقبرة، وقالت بأن هناك نوع من البكتيريا داخل المقبرة هي السبب في وفاته، وقالوا لقد انتقم توت عنخ آمون. وبدأت كلمة الفراعنة تتداول بين الناس، لدرجة إن بعض الأشخاص اللي كانوا بيقتنوا بعض القطع الأثرية تخلصوا منها خوفا من أن يصيبهم أي أذى. واللي زود اعتقاد الناس بأن اللعنة قد حلت هو إن اللورد اللي كان الممول الرئيسي للاكتشاف مات في ظروف غامضة، ويقال بأنه تعرض للدغة باعوض أدت إلى ارتفاع درجة حرارته وعلى الفور مات. ده غير بقى القصص وحالات الموت الغير مفهومة والأحداث الغريبة اللي بتحصل مع كل العمال اللي شاركوا في اكتشاف المقبرة. وبدأ الكتاب والمؤلفون بكتابة أفلام سينمائية عن هذه اللعنة إلى أن أصبحت حديث العالم في ذلك الوقت. وذهب بعض العلماء لتفسير ما حدث، فمنهم اللي قال إنها صدفة، ومنهم اللي قال بأنه متوقع أن تكون هناك فطريات قاتلة زرعت في المقابر المغلقة وتم إطلاقها في الهواء عندما فتحت المقبرة، ويتوقع بأن هذه الفطريات قد وضعت عمدا لمعاقبة سارقي القبور، وبدأت التفسيرات من هنا وهناك. وأنا هنا حابب أسأل سؤال وأجاوب عليه، لو فعلا في لعنة كما يعتقد البعض، لماذا لم نسمع عنها مع ملوك أخرى على الرغم من أنه كل فترة بيتم اكتشاف مقابر لملوك عظيمة ولهم تأثير في التاريخ أكتر من الملك توت عنخ آمون نفسه؟ وفي النهاية نحن لا نؤمن بشيء إلا ما قد كتبه الله لنا، وأنا من وجهة نظري المتواضعة بأن لعنة الفراعنة ما هي إلا أسطورة صنعها كتاب السينما ليتربحوا من ورائها. وطبعا يهمني رأي حضراتكم في التعليقات للتعليق بهذا الموضوع، وهل هي أسطورة أم حقيقة؟ وإلى هنا قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي أتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وأشوفكم على خير في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.